السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدينا الأكارم. مواجهات ألمانية على كرسي الاحتياط اليوم في ملعب النور الذي سينير الطريق للبايرن أو البي اس جي في نهائي دوري الأبطال الأوروبية، الأول للبي اس جي، الحادي عشر للبايرن، من أجل إعلان بطل جديد سيكون هو البطل 23 في تاريخ المسابقة، أو سيبقي على العدد 22 متوج في حال فاز البايرن. نهائي واعد يكون مفتوح على كل الاحتمالات، رغم أن الترشيحات طبعا تميل نحو البايرن الذي سحق تشيلسي ذهابا وإيابا والبارسا بالثمانية وليون بالثلاثة في مواجهة فريق سيلعب بهذه التركيبة، قلت في مواجهة فريق فاز بكل شيء هذا الموسم بثلاث كؤوس لحد الآن ويبحث عن تحقيق الحلم الكبير والفوز الكبير برابطة الأبطال التي ستكون الثانية للكرة الفرنسية بعد مارسيليا سنة 93، وتكون أجمل هدية لعشاقه في الذكرى 50 لتأسيس النادي. البايرن المرشح الأول يلعب اليوم بمانويل نوير في حراسته، المرمى كيميش على الجهة اليمنى، ألفونسو ديفيز على الجهة اليسرى، دافيد ألابا وجيروم بواتينغ، ليون غوريتسكا، تياغو ألكانتارا وتوماس مولر، غنابري وكومان بالإضافة إلى روبرتو في هذه البداية كلها منذ البداية. كما يقول خطأ هنا لصالح كينغسلي كومان لاعب فرنسي آخر 24 سنة. أنخيل دي ماريا سبق له أن فاز بفريق البي اس جي. الريال أمام الأتليتيكو كان آنذاك نال لقب أفضل لاعب في تلك المباراة. هنا أندر هيريرا الإسباني الذي كرة التي يسلمها لدي ماريا، كرة ممتازة ليفاندوفسكي، الكانتارا بعيدة، الكرة هذه تماما عالية فوق المرمى، 6 دقائق لعب، 0-0 مشاهدي الأفاضل. إنها أرضية خطيرة من هنالك، غنابري وشكيميتش حاول يمر وان برنات. لو يفوت البي اس جي الربع ساعة الأول من دون أن يتلقى هدف سيكون للمباراة شأن. نايمار من هنالك، الكرة مرفوعة بالقائمة الثانية، مبابي عنده الكرة يبحث عن نايمار، مبابي مر من الأول ويستفيد من الخطأ. طبعا أتحدث عن الخبرة والتجربة كقاعدة، ولكن نايمار يرفع الكرة في القائمة الثانية، الرأسية والتغطية الدفاعية، البحث عن الكيرير، يدخل كيرير وهو الركنية، كيرير وهو الركنية، إلا إذا أشار الحكم إلى وضع التسلل. برنات، غوان برنات ومبابي والدفاع، خوان برنات والدفاع، مبابي، مبابي الذي لم يكن، وانطلاقة صعبة وخطيرة، توغل كومان، كومان يستلم الكرة، يطلب مرة ثانية ديفيز وبعيدة. شفتوا هنا الفارق، طبعا نزعة الهجومية هذه لديفيز خطيرة صعبة، مبابي 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 والدفاع. تلكم في كرة بايرن وتتحدث عن قدوة قوة، جول أو الجول أو الجول أو الجول أو الجول أو الجول أو الجول، والكرة ضاعت. يا سلام على الثنائي العالمي، يا سلام، مبابي نيمار والعالمي هو نوير، أول كرة صعبة في المباراة. غوان برنات محاصر، هيريرا وغويمور كثرت، وغوان برنات واندر هيريرا، والحكم يرجع ويصفر خطأ للبي اس جي. يوشوا كيميش، هاي صعبة، يوشوا كيميش، كرة خطيرة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة، وكرة خطيرة، والقائم يرد، سلام، خطيرة من ليفاندوفسكي والقائم يصد. وبعدين يدرك قيمة هكذا التوقف. كيريرا، هيريرا، دي ماريا، دي ماريا، يا سلام على السرعة. شوف الانطلاقة، نيمار ومبابي ودي ماريا، مولر يبحث عن ليفاندوفسكي، خطيرة، سولي راح ياخذ مكان جيروم بواتينغ الكندي، اوي الحكم يعلن خطأ لصالح باريس سان جيرمان، والبطاقة تياغو يوصل على كيرير، كيرير ويستفيد من خطأ. طبعا كيمبامبي وتياغو سيلفا عندهم شوية أريحية لما يزيد عليه غنابري وكيميش، غنابري 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 يا نيمار، التصديدة، الكرة في الركنية، أندر هيريرا مثل ما جاءت، نادي ماريا، أوب أوب، وبالمقلوب يعني، مش التوزيعة من مولر وجول.
في الجهة المقابلة كذلك تقريبا فرصتان في وجود بيريتشيتش مقابل صفر في النتيجة. قلت لكم بأن وتعرفوا أكيد بأن المباريات اللاعب كيميش دافيد ألابا في الخلف سريع وخطير يمر من الأول يدخل كومان اللي فاز على برشلونة هو يحلم يجب أن ينتظر طويلا يعني السيناريو قد يتكرر ولكن بعد سنوات بعد ما ننسى القضية هذه لأنه تبقى قضية ما زال كومان يوزع كورة وبالرأس الريتم شوية انخفض هنا هيريرا خطأ يصفر الحكم طبعا متوقع أنه في لحظة من اللحظات الريتم ديراتشي موجود في كرسي الاحتياط جنابري يلعق على الكرة هذه التغطية من اليريزة عناصر البايرن كيميش وماركينيوس زالت الخطورة وتروح ضربة مرمى مباشرة ودي ماريا وريرا ديفيس صعب الكرة أندر هيريرا يتمكن منها يوصل على مبابي على الجهة اليسرى مبابي في المراوغة على الجهة اليمنى كيميش في تنفيذ الركنية والرأسية من كيمبمبي نفسك على الجهة اليمنى ويخرج له جورويتسكا ولالا الكرة البعيدة لمولر كيمبمبي والكرة خرجت الحكم يقول ركنية لا ضربة مرمى الحكم يقول ضربة مرمى لكن يعني مبابي الحكم يتردد الحكم ينتظر ترددت جنابري من هنالك جنابري دراجي واهلا بكم من جديد شوط اول كان مثير في الوسط مع اتياغو الكونترا وتوماس ميلر كومان وجنابري انطلاقه الشوط الثاني من عمر هذه كيريرو نيمار كيريرو نيمار در إيريرا ولصالح عناصر باريس سان جيرمان كومان ارضيه وتياغو كومان أرضية وتياغو سيلفا بروا غطي مرمى ويغطي منطقته كما ينبغي يعني. وتعرفوا بأنه في المستوى العالي حتى في المستوى الأدنى عرفت كأساسي فقط هنا خطأ آخر يصفر الحكم لصالح نيمار أبا بيمناه ليفاندوفسكي استلمها ليفاندوفسكي وسط ناحية جول غورايتسكا ترجع تلعب مع غوان برنات كرة سريعة وصلت دي ماريا وزولي والبطاقة الصفراء دي ماريا وزولي والبطاقة الصفراء مع تياغو الكانتارا زولي كيميش مرة ثانية يرفع كرة خطيرة بالراس وجول بالراس وجول كومان في القائمة الثانية يباغي البيجي ويفتح مجال التسجيل في خطأ فاد على مستوى الخط الخلفي ثالث أهداف كينغسلي كومان بالرأس كيميش يوزع وكينغسلي كومان يسجل لبايرن ميونخ عند الدقيقة 60 من عمر المباراة 1-0 لبايرن ميونخ وتفك العقدة في هذه المباراة انطلق جنابري رجع مرة ثانية لكيميش رجعت الكرة من هنالك من عند مولر التوزيع